عسلامة، مرحبا بيكم الناس كل، ان شاء الله تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم باش نحضروا بعضنا خبز ملاوي، باش نحضروه بطريقة سهلة وباش نشوفوا بعضنا كل أسرار نجاحه كيفاش يجي تري وبالحق يجي هكا مورق رسيت ناجحة 100%. خليكم معايا في الفيديو الاخر باش نشوفوا بعضنا طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة لأول مرة يزور القناة ما ينسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بيان سور كالعادة نستنى تشجيعاتكم، ما نطولش عليكم برشا ونخليكم مع طريقة التحضير. اول حاجه هنا بالنسبه للمقادير عندي 750 غرام سميد وشويه ماء دافي وشويه ملح وشويه حليب دافي. الحليب زاده لازم يكون دافي، حتى كان ما فماش خميره مستحسن يبدا دافي الحليب والماء. اول حاجه هنا باش نحط الملح، الملح عادي نحطوه من الاول خاطر ديجا ما فيهش خميره، وباش نضيف عليها الحليب. الحليب هذه بالحق أسيوس ناجحة 100%، بالحق جربوها وتفكروني تجيكم ملاوي بعد طرية، بالخاص ملاوي تجي ديما يابسة، بالحق رسيت ناجحة 100%. طيب باش نضيف الماء دافي، المستحسن هنا يبدا الماء دافي، حتى كان ما فماش خميرة المستحسن يبدا دافي. باش نكمل هكا نلم البات، نبدو نزيدو بشوية بشوية. بيان سور كل سميد كيفاش، فما سميد يشرب برشا ماء، فما سميد لا، انتوما ونوع السميد باش تستعملوه. تبقوا هكا تبعوا البات بشوي بشوي، حطيت تتلم البات ولازم تبدا البات طرية ما تجيش يابسة، زيدوا هكا بشوي بشوي. نقرو حساب نحنا حطينا فيها حليب، ما زيدوش برشا معناها. هني سافا كملت لميتها، لازم تبدا هكا طرية تحسوها تتلصق شوية. تو باش نغطيها بساشي اليمونتيغ وباش نخليها ترتاح، مانيش باش نعجنها جملة، جوست باش نخليها ترتاح بوغ مومون ومن بعد باش نعجنها. هنا لازم تبدا طرية وباش نخليها اقل حاجة ساعة، لازم اقل حاجة تبقى ساعة، هذه سر من اسرار نجاح الملاوي. هنا بعد ما خليتها ترتاح تو باش نعجنها، باش نهبطها نعجنها. لازم هنا خلوها ترتاح بالباهي، ديجا تحسوها شربت الماء بالباهي، هذيك علاش من بعد تجي طرية. حاولوا هكا نعجنوها بالباهي، ما مسحقش معنا باش نعجنوها برشا برشا، ديجا تحسوها كي تعجنوها كي تجربوا ريسيت تحسوها في ساعه في ساعه تاعكم في ساعه ما تعجن معناها. انا سافا كملت عجنتها، البات لازم تبدا طريه هكا بالحق باش تبدا ريسيت ناجحه نتاع ملاوي، لازم البات تكون طريه. تو باش نكمل هكا ندهنها بشويه زيت باش نقسمها. انتوما بيان سور هاكا عندكم ميزانكم كيفاش تحبوا تقسموها، حاولوا نعملوهم كعابر صغار شويه ما نعملهمش كبار. هاكا عندكم ميزانكم هناك تقسموها، حتى كان حسيتوا فما هاكا وحده كبيره شويه عادي تنجموا تنقصوا فيها. حطيت نكملوهم الكل بنفس الطريقه. هنا بعد ما قسمتهم باش نحلها توا بالزيت، المستحسن هنا زيت نستعملوه نستعمل زيت نباتي خير، زيت زيتونه من بعد ينجم يعمل هكا دخان وتتحرق الملاوي. باش نكمل هكا نحلها، نحاول نحلوها هكا بالسياسه بشوي بشوي. هنا جست ملاحظه مهمه، البات كي حليتها بالزيت هكا خليتها قبل ارتاحت شويه، بعد ما قسمتها خليتها مده 10 دقائق 10 مينوت، خليتها ارتاحت شويه باش طواني هكا تتحل بسهوله. هنا بعد ما كملت حليتها هكا نحاول نحلوها رهيفه شويه، باش ندهنها هكا بشويه زيت وباش نحاول هكا نعملها في شكل مربع، بالحق سهله ما فيها حتى شيء. تبدا هكا بالفورم هذا وباش نخليها توا على جنب وباش نكملهم الكل بنفس الطريقه. هنا بعد ما كملتهم الكل بنفس الطريقه باش نهز اول كعبه وباش نحلها هكا، نحاولوا هكا نحلوها ما ننزلوش برشا باش ما نخرجوش منها الهواء بشوي بشوي. كيما هكا نحاولوا زيد ننزلوا على الاطراف باش من بعد تيب الاطراف وما تجيش خشينه.
توا سافا ديجا المقلة حتى تسخن ديريكت باش نحطها على الغاز. هنا هذه كعبة ثانية حطيتها باش نطيبها، ماهيش هذه الكعبة اللي حضرتها خاطر ما خلطتش باش نصورها، ديريكت حطيتها على المقلة. باش نبقى هكا كل مرة نتفقدها وباش نقلبها، لازم هنا النار تبدا قوية، الغاز لازم يبدا قوي، ونبقى هكا كل مرة نقلبها وننزل على الأطراف بيان سور باش تيب الأطراف بالباهي. باش نوريكم توا الكعبة اللي طيبتها الأولى، حق جت مورقة وجت روعة روعة. نبقى ديما هكا نتفقدوها وكل مرة نقلب، حطيت الملاوي تيب ما تخلوهاش تحرق باش تجي طرية من بعد من الداخل، فلازم نبقوا هكا كل مرة نقلبوها. حاولوا بيان سور ديما هكا ننزلوا على طرف باش تيب. هني سافا توا باش نهبطها، هني جوست حبيت نوريكم اي ملاوي نهبطها ديريكت نغطيها هكا بمنديله. حبيت نعطيكم ديتاي الكل باش ما نفوتكم بحد شيء، تجيكم رسيت ناجحه. هني باش نحضر معاكم كعبه اخرى باش تشوفوا معايا الديتاي، خاطر كل ديتاي مهم في الرسيت هذه. باش نكمل نحطها على الغاز، هني مانيش باش نقص الفيديو، جوست هني زربت الفيديو هذا بعد ما صورت الفيديو. باش نبقى هكا ديما نقلبها، تبدا نار قويه على الاخر ونبقى كل مره نقلبها ما نخليهاش حتى تحرق. ديجا كي لاحظتوا تبدا تنفخ هكا، هذيك من بعد تجي بعد الملاوي طريه على الاخر. باش نبقى هكا ديما نقلبها، ديجا نصور فيديو واضح طريقه واضحه، فحبيت نعطيكم بحق ديتاي الكل باش تجيكم الملاوي 100% ناجحه. وهنا الملاوي نتاعنا ساهي حضرت بالحق، رسيت ناجحه 100% ما شاء الله، جت روعه. شوفوا كيفاش طريه وكيفاش تجي مورقه من الداخل، بالحق رسيت ناجحه 100%. شوفوا الفويتاج من الداخل شرا تكون واضحه ليكم في الفيديو. هذه كعبة أخرى شوفوا بالحق طرية وشوفوا الفيتاج ما شاء الله. إن شاء الله تكون رسيت تعليم عجبتكم وعجبتكم الطريقة، إن شاء الله تكون مطولش عليكم برشا خاطر حبيت نعطيكم برشا ديتاي هكا مهمين. وكان عجبتكم ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتشجعوني بلايك. بسلامة في وصفة جديدة إن شاء الله.